بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في إحدى قصائد الغزل الشاعر كان بيقول إيه؟ كان بيقول: تسائلني من أنت وهي عليمة، يعني هي بتسألني أنت مين؟ فالشاعر بيقول وهي عليمة، هي أصلا عارفة أنا مين، وهل لفتى مثلي على حاله نكره؟ يعني هل حد زيي؟ هل فتى زيي؟ في حد ما يعرفوش؟ هل في حد يقدر ينكره يعني؟ ممكن حد ما يقرب بيه ده يقول إيه ده يا عم التكبر اللي هو فيه ده؟ يعني هو ليه شايف نفسه أو كده؟ الفكرة يا جماعة مش شايف نفسه، أنا جاي أتكلم بقى في نقطة تانية خالص، جاي أتكلم عن فكرة إن أنت أصلا تشوف نفسك في اوقات معينه، او عموما لازم تشوف نفسك مش بكبرياء، لا بثقه في النفس. يعني لازم لما تقعد مع حد تكون عارف مميزاتك وعارف عيوبك. فانت لما تيجي تتكلم، انت لما تيجي تتكلم حد سواء بقى في جوازه او سواء مثلا في شغل او سواء في اي حاجه، تكون عارف قيمه نفسك، تكون عارف ايه قيمه نفسك. فالشاعر قال: تسائلني من انت وهي علمته، هي عارفه انا مين، وهل لفتى مثلي على حاليا نكره، هل في حد بيعرفنيش؟ ده مش معناه هو متكبر، ده مش معناه ان هو مثلا شايف الناس كلها مثلا ولا حاجه وشايف نفسه كل حاجه، لا، بس هو عارف ان دي قيمه. بيقول: هو مين ما يعرفنيش، انا ليا قيمه كبيره جدا، انا 1 2 3 4، انا شاعر مثلا، انا اديب، انا مش عارف، انا كاتب، انا ايا كان. فهو عارف قيمه نفسه في شغله او في مجاله عموما او في الحاجه اللي هو بيعملها، فده مش عيب، ده مش كبر. في ناس فاكره يعني هو في شعرايه كده بين الكبر والثقه بالنفس. تكون واثق في نفسك، واثق في ربنا طبعا بكل شيء. فانت بتتكلم من دفع الثقه دي، فانت عندك انجازات مثلا او في حاجات شايفها ان انت كويس فيها، فكفء فيها، افيشنت فيها، عندك افيشنسي، كفاءه فيها، فبتتكلم بكل ثقه. بس ده مش معناه انت متكبر. المتكبر بقى اللي هو شايف الناس، اللي هو كان في حديث الرسول، مش فاكر النص بتاعه قوي، كان بيقول يعني ان الكبر ده عباره عن ان انت تكره الحق يعني وتزدري الناس، ده معنى الحديث يعني. فانت تكره الحق، الحق ده انت شايفه حاجه وحشه، او تتضايق دايما من الحق او تهاجم الحق يعني، وتكره الناس او تزدري الناس، وشايف الناس دي حاجه يعني ايه ولا اي حاجه كده، وانت فوق الناس دي كلها، فده ساعتها يعتبر، ده ساعتها يعتبر كبر. لكن غير كده فمش متكبر، انت مش شايف نفسك ولا حاجه يعني. فالفكره لو انت يعني بتعرض شغلك او شايف نفسك في موقف معين شغل مثلا، ده مش معناه ان انت متكبر خالص، لا، ده معناه ان انت عارف قيمتك في المجال ده بس. فهي دي الفكره يعني. بس كده، صلى على رسول الله.